الفرص الاستثمارية هي كتيرة حول العالم، ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه، هل كل هالفرص هي فرص مجدية وذكية؟ للأسف الواقع بيقول غير هيك، بس كمان الواقع بيقول أنه دولة الإمارات العربية المتحدة كانت دايماً استباقية بجلب وجذب كل الاستثمارات الذكية وذي القيمة المضافة. للتكلم أكثر حول هذا الموضوع بيسعدنا أن يكون معنا اليوم سعادة فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار. صباح الخير سعادتك. صباح النور، مرحبا. أسعدنا وجودك اليوم معنا. يا مرحبا وسهلا سعادتك. قبل ما نفوت هيك ونحكي أكثر عن الاستثمارات بالمنطقة، يا ريت بتخبرنا أكثر من هو سعادة فهد القرقاوي. أحد أبناء الإمارات، مدينة دبي. ولدت هنا، ترعرعت هنا، اشتغلت هنا، تعلمت هنا. في نفس الوقت حصلت الفرصة اللي في مختلف يعني أدوار حياتي اللي خلتني أطلع السلم شوي شوي لغاية ما وصلنا لهذه المرحلة ولله الحمد، وما زلنا مستمرين في خدمة دولة الإمارات ومدينة دبي. ساعتك يا ريت هيك بتعطينا، هيك انتم بالغنى عن التعريف، بس يا ريت بتعطينا نبذه سريعه عن مؤسسه دبي لتنميه الاستثمار. مؤسسه هي احدى الادوات اللي تعتمدها الحكومه لتسهيل استقطاب الاستثمارات وتنميتها والترويج لها. جانب اساسي منها خدمه المستثمرين ورعايتهم والاطلاع على متطلباتهم وتفعيل الجانب الخاص بخدمات الحكومة من خلال أيضا متطلبات المستثمرين بما يواكب المتغيرات حوالينا، سواء في اقتصاد الدولة أو في الاقتصاد الإقليمي والعالم. رائع سعادتك. يعني أوقات كتير العالم بتتساءل ما هو سر أو سبب جعل دبي منصة حيوية لجلب هالاستثمارات الذكية؟ مثل ما قلنا بالمقدمة، مش كل استثمار هو ذكي، ومش كل استثمار يضيف قيمة على الاقتصاد والمجتمع. ما الذي يميز دبي؟ هل هو موقع الجغرافي؟ هل هي البنية التحتية؟ هل هي التشريعات؟ هل هي التواصل والمقاربة من القطاع العام والقطاع الخاص؟ ما هو سر هذا النجاح؟ أعتقد دبي فيها مقاربة لكثير من اللي ذكرتي، لكن هي تجربة متميزة متفردة حتى على مستوى العالم. إذا اختصرناها اليوم ممكن نقول أن دبي إحدى أهم ثلاث مراكز في العالم في خدمات رجال الأعمال. لكن خدمات رجال الأعمال لا تبدأ من مكان معين، هي مجموعة متوازية من الخدمات اللي ممكن تهيئ لرجل الأعمال أن يستفيد منها في شركته أو في القطاع الخاص الذي يمثله، أو إذا كان أيضا يمثل منظمة عالمية يحب أن يأتي إليها أو يستقطب أعمال المنظمة هذه للإمارة. وممكن تنطبق أيضا على جوانب أخرى من حياة رجال الأعمال، وهي الجوانب المجتمعية المتعلقة بخدمة المجتمع، وممكن أيضا لخدمة الأفراد سواء كانت أسرته أو الأفراد الذين تمثلهم استثمارات سواء كانوا موظفين أو متعلقين بالاستثمارات التي يقوم فيها. لذلك يعني اختصار الاستثمار في كلمة واحدة قد لا يكون يعني يوفي الاستثمار حقه. الاستثمار تجربة متكاملة، صحيح، تبدأ من اتخاذ القرار لغاية سنين وسنين يعني بعد اتخاذ القرار، والاستثمار نفسه وأداء الشركة والمساهمات التي تقوم بها في المكان الذي استثمرت فيه. ونحن نفضل الاستثمارات المؤثرة في التنمية سواء كانت في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي، وهذا ما يعني تركز عليه دولتنا اليوم في موضوع استضافتها أيضا لقمة كوب. صحيح سعادتك. إذا بدي أعمل هيك زوم إن مثل ما بقوله أكثر بطريقة تطبيقية، إذا أنا شركة أجنبية عم بستمع لهذه المقابلة اليوم وبدي أعرف، بدي أجي أنا على دبي، بدي أجي على دولة الإمارات، شو بقدر أعرف أكثر؟ وين التسهيلات اللي بتقدم لي فيها الدولة؟ هل هي بتساعدني الدولة بتحقيق أو تأسيس الكيان القانوني؟ هل بتساعدني بالتخطيط الأولي؟ هل بتساعدني بتأمين التمويل والتمويل يعني الذكي مثل ما عم نقول، مش أي تمويل، تمويل الفعال؟
هل ممكن أتواصل أكثر مع الحكومات؟ ما هي التسهيلات اللي بتقدمها إذا أنا شركة أجنبية وأريد أن أعرف المزيد عن ذلك؟ اليوم الحكومة في دولة الإمارات وفي إمارة دبي هي سيستم. نعم. أو سيستم التواصل سواء كان في القطاع الخاص أو القطاع شبه الحكومي أو في القطاع الحكومي مباشرة. نعم. لذلك الخدمات تركز على توصيل رجال الأعمال أو المستثمرين أو أصحاب الأعمال لأكبر قدر ممكن من الخدمات واللي تشمل المعلومات أيضا في أقل فترة زمنية ممكنة سواء من خلال الارتباط الإلكتروني أو من خلال التواصل مع أحد الهيئات الحكومية سواء كانت معنية أو حتى مش معنية في نفس القطاع لأنها في النهاية دورها الأساسي أيضا توصيل الفرص للحكومة. صحيح. أعتقد اليوم مثل ما قلنا هي سيستم موجود تم خلقه من خلال تجربة طويلة امتدت أيضا من قبل الاتحاد من أيام الموفور له الشيخ راشد طيب الله الثرى وإكمالا للشيخ مكتوم والشيخ محمد بن راشد وأنجاله وأيضا الدور اللي قامت فيه الحكومة في تهيئة البيئة والعمل بنظرة مستقبلية يمكن ما كانت العملية يعني خلاصة عدة سنين هي خلاصة عقود من الزمن في العمل واللي أشوفه اليوم أيضا ساهم فيه الكثير يعني نحن والأجيال اللي قبلنا واللي عملوا لتهيئة البيئة الخاصة بالاستثمار وبيئة دبي اللي تستقطب الأعمال من مختلف دول العالم ما نراه اليوم من وجود دول مختلفة من وجود شركات مختلفة عوائل مختلفة للقدوم والسكن والعمل أعتقد هو تجربة كبيرة لا يمكن اختزالها في سنتين أو ثلاثة أو بقرار معين لنصل لجانب معين في عدد بسيط من السنين هي تراكمات لكن تراكمات حلقة مدينة تعتبر من أفضل مدن العالم للعيش والعمل وأيضا لتربية أجيال أبناء دراستهم مختلفة التجربة والتواصل أيضا مع دول مختلفة من العالم أعتقد هذا جانب أساسي من عمل الحكومة وكل أجهزتها بالإضافة أيضا مساعدة اللي جت أعتقد من وعي سكان دبي كل السكان كل الموجودين ساهموا أيضا في هذه المنظومة بشكل أو بآخر التجربة دائما فيها جانب مؤثر وجانب الإنسان صحيح. اللي ساهم واللي استوعب واللي كمل واللي استشرف أيضا الحكومة مع القطاع الخاص مع الناس الموجودين في المدينة هم كلهم جزء واحد بكل تأكيد سعادتك إذا بدنا نعرف هلأ المشاهدين على أهم المشاريع المستقبلية التي تعزز استمرارية النجاح الاستثماري بالمنطقة شو هي أهم المشاريع وهل هناك مشاريع متعلقة بأهداف كوب 28؟ أحد أهم المشاريع اللي أطلقتها الحكومة أعتقد عام 2012 كان من يعني مبادرة داعمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد الله يحفظه في مبادرة دبي الاقتصاد وكانت مبادرة نحن استشرفنا فيها فرص لدبي عام 2012 ما هو القادم أين الفرصة ما يمكن أن نقدمه من فرص قد تكون هي الأهم في المستقبل القريب كانت لنا زيارة لإحدى المدن الكندية في مؤتمر رئيسي يتعلق بالتقنيات النظيفة ويمكن أهم ما استوقفنا أن هذا القطاع راح يكون أو مساهمته في الاقتصاد العالمي حوالي 3 تريليون بعد 10 سنوات مع استمرارنا في العمل وإطلاقه شفنا أنها فرصة وتم إطلاقها صار القطاع توقعاته وصلت 5 تريليون وهو قطاع يشمل كل شيء اليوم نشوفه من التقنيات النظيفة إلى التقنيات المستدامة إلى القطاع الاقتصاد الأخضر إلى أمور كثيرة عملت مؤسسات حكومية مختلفة مع القطاع الخاص بإنشاء مبادرات مختلفة كانت فيها تجربة مميزة لدبي أعتقد وزرنا دول عديدة من العالم للاطلاع على تجربة دبي والاستفادة أيضا من تجاربهم
نشأ منها بعد عدة سنوات المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر اللي مقرها دبي وتشرف عليها أيضا هيئة دبي للماء والكهرباء. نعم. فهذا كان إنجاز بحد ذاته. اليوم عندنا يمكن أحد أهم القطاعات من القطاع الخاص اللي توفر خدمات مختلفة بالضبط في الاقتصاد الأخضر والتقنيات النظيفة. نعم. ومختلف القطاعات اللي أثر عليها. لذلك الإمارات مستعدة، ليس فقط لأن الإمارات وفرت البيئة، لكن أيضا لديها تجارب، ولديها تجارب من الأقدم على مستوى المنطقة والعالم اللي بدتها في أعتقد مشروع مصدر. صحيح. مشروع استباقي قبل أن يرى الناس. صحيح. أهدافه شافوا يعني تأثيره الكبير. نعم. سعادة فهد القرقاوي، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. شكرا.